السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم يحيى قاسم. اليوم إن شاء الله نكمل عن الـ HTML ونشرح المواضيع اللي تخص الـ HTML. طبعاً بداية حكينا عن الـ Structure الخاص بالـ HTML، وقلنا الـ HTML5 اختلف اختلاف كلي. قبل ما أبلش بالكلام عن الـ HTML5 والـ Structure الخاص به وشنو اللي انضاف واللي اختلف عن الـ HTML4، فد نصيحة بسيطة مثل ما عودتكم تستفيدون منها حياتكم. إذا أنت شخص من النوع اللي يعني أول عقبة تواجهك حياتك راح تخليك توقع، فتقبل مني هاي الحكاية إنه أنت راح تفشل بحياتك وما تنجح. أما إذا كنت من الناس اللي إذا واجهتهم عقبات ينهض ويقوم يوقف ويكمل، اسمح لي اقول لك او ابشرك انه انت راح ترتقي وتكمل مشوارك، وان شاء الله تحقق هدفك اللي انت تريد توصل له. اذا كان هدفك توصل تصير فرونت اند ديفلوبر او تصير فول ستاك، فانت عندك هذه الاهداف يعني تعيشها بحياتك وتحققها ان شاء الله. اذا انت اي شيء واجهك مثل اخطاء شيء، كمل هاي اخطاء تعلمك، تسال بها عنده خبره اكثر منك يعلمك. تمام، اليوم خلينا نحكي عن ال HTML5. بالبدايه ال HTML4 كان عندنا، اذا نحب نسوي الهيدر اللي هو يكون او يشمل بداخله الناب بار والامور الاخرى، كنا نسوي شيء نسميه ID اللي هو الاتربيوت اللي حكينا به بالدرس السابق. اللي ما شايف الدرس السابق يروح يبحث عنه، مجرد ما يشوف العناصر والوسوم الخاصه بال HTML راح يطلع له الفيديو. حكيت به عن الاتربيوت وقلت شنو الاتربيوت والتاك، وفرقت بيناتهم وفرقت بين التاكات. اليوم انا راح احكي عن انتربيوت شنو نسوي نكتبه، اللي هو مثلا نسوي ID ونكتب هيدر. يعني اول شغلة نسويها الوسم ديف، كان الوسم ديف هو اللي يسوي هاي كل الامور. اول ما نبلش نكتب ديف نسوي ID، نكتب ID ثم بعدها نكتب هيدر. HTML5 اجتنا وقالت هذا الشيء بعد ما يصير، احنا وفرنا لكم وسم تستخدموه بدل هذا الدب اللي هو قلنا شنو. قالوا خلني هيدر بمكان هذا الدب، وسم هيدر. طبعا اكو وسم اسمه هيد واكو وسم اسمه هيدر. الهيد معروف هو بداية الصف، لكن الهيدر يكون بداخل البادي، يعني هو لازم تفرقون بين الهيدر والهيد. تمام، فالهيدر هذا وسم جديد نزلت فيه ال HTML5. بعدها قالوا انت كنت تكتب ايضا البيدف، تكتب لنا شيء اسمه ID وتكتب الناب حتى تسوي النافيجيشن الخاصة بالموقع، اللي هي شنية قائمة مثلا رئيسية صفحة اتصال بنا، او هذه النافيجيشن اللي عنده ضغط عليها التنقل بين الصفحات. قالت هذا بعد انت ايضا موجود وسم جديد اسمه ناب، وسم ناب. إذن بداية عندنا شيء اسمه هيدر، بعدها راح تخلي ناف، بعدها تخلي شيء اسمه ارتكل، وبعدها سكشن، وبعدها قالوا تكتب فوتر. هذني كلهن اللي قلنا السكشن والارتكل والفوتر، هذني كانن ينكتبن بآي دي اللي هو نكتب اتربيوت كلاس حتى نسوي تنسيق إلى بداخل السي اس اس. اما الان انت بمجرد ما تكتب الهيدر انت تقدر تنسقه مباشر عن طريق السي اس اس، ويفهم انه انت تتعامل مع الهيدر. يعني انت بعد ما تحتاج تسوي اتربيوت اي دي ثم تكتب الهيدر وبعدين تنسقه بداخل السي اس اس، فسهلت الامور علينا ال HTML5. اذا الستراكشر بهاي الصوره راح اشوفه، يبدي بالهيدر، بعدين اذا تلاحظ انه الناب بار، بعدين
الارتكل والسكشن بعدين يجي الفوتر. هاي الصورة شوفها، فهذه مثل ما وضحت هذه غنتنا عن ال HTML4. هذا كل اللي اضيفه بهذا الفيديو، ان شاء الله استفاديتوا من عنده. اذا عجبك الفيديو سوي لي لايك واشترك بالقناة اذا ما مشترك، ودعمني بتعليق واشتراك مع اصدقائك. شكرا للمتابعة، مع السلامة.